أعلنت الفنانة المصرية الشابة كارولين كمال عزمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة شقيق الفنانة المصرية الشابة ولاء الشريف. وكتبت كارولين كمال عزمي عبر خاصية الأسطوري قائلة: البقاء لله، توفي شقيق صديقاتي وإخواتي ولاء الشريف وإيمان الشريف، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم. واشتهرت الفنانة المصرية ولاء الشريف بدورها في مسلسل أبو العروسة الجزء الأول والثاني، والذي قام ببطولته سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي وخالد كمال وميدو عادل وولاء الشريف ومحمود حجازي وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد حاتم وأماني كمال وديانة هشام وكارولين عزمي وكوكي مجدي ونانسي صلاح وندى عادل، وكتبه هاني كمال وإخراج كمال منصور. وفور إعلان وفاة شقيق الفنانة المصرية الشابة ولاء الشريف، تفاعل عدد كبير من الفنانين المصريين على هذا الخبر المفجع، حيث نعاها الفنان سيد رجب، وكذلك نعتها الفنانة المصرية سوسن بدر، ونعتها أيضا الفنانة نرمين الفقي ورانيا فريد شوقي.